روح ثورية تتجدد مع كل مناسبة وطنية. احتفاء بنضالات الأجداد يحيي شباب الثورة بمدينة تارين بحضرموت الذكرى 61 لثورة أكتوبر المجيدة، احتفالية أكدت على أهمية مواصلة النضال لتحقيق أهداف الثورة واستعادة السيادة الوطنية التي يصفها المحتفون هنا بأنها سيادة مسلوبة بشكل جديد من أشكال الاستعمار. الحقيقة حضرموت دائما هي وهي أرض السلام، وهي دائما تؤكد بأن أهداف الثورة اليمنية والتي جاءت من أجل العدالة ومن أجل أيضا طرد الاستعمار البريطاني، حضرموت في هذا اليوم تؤكد بأنها هي إلى جانب القضية اليمنية والقضية الوطنية ومناصرها مع احتفاظها بحقها في إدارة نفسها كواحدة من مكتسبات ثورة فبراير وكذلك الحوار الوطني الشامل. في سياق متصل جدد شباب الثورة في حضرموت تمسكهم بمخرجات الحوار الوطني، مشددين على ضرورة تمكين إقليم حضرموت كشريك فاعل في الدولة الاتحادية تجسيدا لأهداف ثورتي أكتوبر وسبتمبر، داعين إلى تمكين الشباب في مؤسسات الدولة والعمل على تحسين الخدمات الأساسية، مع التأكيد على توحيد الجهود للتصدي للأجندات التي تهدد سيادة البلاد واستقرارها. ونحن في ذكرى 14 من أكتوبر نؤكد على تمسكنا بأهداف الثورتين المجيدتين، ثورة 14 من أكتوبر و26 من سبتمبر المجيدتين، كما نؤكد على مطلب إقليم حضرموت ونرى فيه حلا سلميا لشعبنا في الإقليم. الاحتفالية تخللتها عروض فنية وفلكلورية استذكرت أدوار الثوار أكتوبر في مواجهة المستعمر البريطاني، مؤكدة على أهمية الوحدة الوطنية والحفاظ على مكتسبات الثورة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. عبد الله مؤمن، يمن شباب، حضرموت.